السلام عليكم. الجزائر راهي في غليان من كل ناحية، من كل جهة تاع البلاد راهم مظاهرات تتكلم هنا وهناك يعني، والشبان راهم يخرجوا للطريق ويعبروا بالغضب نتاعهم وبالغش يعني وصلت للغضب هذا الحق الحد اللي ما يتقبلش يعني. ونأكدوا باللي هذه راهي مش مظاهرات تاع الجوع ولا مظاهرات تاع الأسعار اللي طلعوا، ولكن هذه مظاهرات تاع غضب، مظاهرات الكرامة، لأنما الشعب الجزائري الإرادة نتاعو هي تاع يسترجع الاستقلال، الاستقلال الكرامة والاستقلال. تاكشي اليوم للأسف الشديد رانا مستعمرين، مستعمرين. ولكن إخواني، لو كان هذه الثورة هذه ما تتنظمش وما تخضعش لبعض القواعد تفشل، راح تفشل كما صارت لها في أكتوبر 88، وكما صاروا مئات المظاهرات اللي تطردقوا في البلاد وخلاهم طفاو بشوية وحدهم وحدهم. درك الوقت حان الوقت باش لي سانديكا ليبر يعني النقابات الحرة تدخل في الميدان، هذا هو الوقت تاعها، ولا إذا ما دخلتش في الوقت هذا راح تودر كلش. هذا سي كارفور، سي كروازي دي شومان. النقابات الحرة هذا هو الوقت اللي راح تلعب فيه دور عظيم. النقابات الحرة هذه ماذا بنا تطلب تدير نداء لإضراب عام، بالأخص للبترولية تاع سوناتراك وكل العمال اللي يخدموا في هذا الميدان. كل الجزائريين لازمهم يقعدوا في الأحياء نتاعهم وما يواجهوش قوات الأمن، بالعكس الشديد لازم قوات الأمن يجدوهم ليهم باش يديروا أخوية ما بيناتهم، باش يفو فخاتيرنيزي افيك لي فورس دو سيكوريتي بور لي كونفانكر دو روجواندر لو بوبل، باش قوات الأمن يرجعوا مع الشعب. والنقابات الحرة هذا هو الوقت الشديد اللي باش يحكموا رأس يتحكموا في رأس الثورة هذه، وينسقوا ما بين الأحياء وما بين المدن، حتى تتكون قوة مدنية اللي باش تاخذ القضية بين يديها وتطلب من النظام هذا باش يذهب باش يمشي. إخواني، ما نخليوش هذا الفرصة تفلت من يدينا مرة أخرى. هذا هو الوقت اللي باش نسترجعوا كرامتنا والاستقلال نتاع البلاد. وشكرا وبالعقل يا جماعة، نبقى في الأحياء نتاعنا ومواجهة مكان له، والفزاد مكان له، والحريق مكان له، والتكسار مكان له. شكرا.